مجلس إدارة النادي الأهلي النهاردة برئاسة كابتن محمود الخطيب، لو تاخدوا بالكم حريص خلال هذه الفترة على تكريم لاعبي الفرق المختلفة. كل من فاز وكل من استطاع أن يفوز ببطولة للنادي الأهلي مجلس إدارته الحقيقة بيهنئ الجميع. النهاردة مجلس إدارة النادي الأهلي كان بيهنئ لاعبي الفريق الأول لكرة الماء وجهازهم الفني والإداري والطبي على حصاد الموسم المنقضي. هذا الفريق اللي أمام حضراتكم فاز بثلاثية بالدوري والكأس وبطولة كأس مصر لكرة الماء الشاطئية. أشاد كابتن محمود الخطيب بما قدمته منظومة الفريق من أداء مميز وروح قتالية ساهمت في تحقيق الفوز بالعلامة الكاملة وعدم خسارة أي مباراة خلال هذا الموسم. عموما هنكمل كلامنا عن هذا الفريق، ولكن خلونا نسمع ماذا قال كابتن محمود الخطيب خلال تكريم فريق كرة الماء. السنة اللي فات كنا عملنا احتفال مجمع كده، لقينا فيه ان احنا لا حابين نقعد مع فريق نشوفكم وتشوفونا ونكون على تواصل مع بعض، فعشان كده غيرنا السيستم شويه السنه دي، ان احنا كل فريق حقق حاجه محترمه وحاجه كويسه لازم نكون نلتقي بيهم. يعني طبعا انتوا منظومه او احدى منظومات النادي الاهلي. النادي الاهلي دايما كوادر وافراد ومجموعات بتسلم بعض. مين اللي بيسلم بعض ومين اللي بينجح في المشوار ده؟ الناس اللي عندها اسس معينه وقيم ومبادئ اتربينا عليها. اللي هيحافظ على ده هيبقى واحد من المنظومه، اللي ما بيحافظش على ده اكيد بيبقى خارج المنظومه. شيء طبعا بيسعدنا ان احنا بقالنا فتره طويله بالنسبه للوتر بولو، وده بيرجع لجهاز العاب الماء وجهاز اللعبه نفسه، ان احنا بعد سنوات طويله نحقق حاجات كويسه. اتاخرنا ليه السنين اللي فاتوا؟ موضوع اكيد اتبحث وحطوا اسباب احنا ليه ما كسبناش السنوات اللي فاتت دي، وحطوا العناصر وحطوا الامكانيات اللي ممكن تساعد حضراتكم او الجيل ده انه يحقق حاجه. بس الجيل ده لما بيحقق حاجه، لو جيل او عناصر ما يعرفوش قيمة النادي الاهلي هيكتفوا باللي حققوه. يعني هنقول لا ده انا خلاص كسبت السنة اللي فاتت وكسبت السنة دي، يبقى انا خلاص انا كده حققت ده اقصى حاجة. اللي وصل لي ان هو داخل دماغكم او داخل قلوبكم ان انا كده اكتفيت، يبقى انت انتهيت. لازم تبقى الامور دي عندكم مهمة جدا. النادي الاهلي ما بيكتفيش. النادي الاهلي اذا كان حقق كاس لازم يبص، مجرد ما رفع الكاس ده ونزله بيبص للكاس اللي بعديه. هو ده طبيعه النادي الاهلي، وده اللي احنا اتعلمناه من يعني كل من سبقونا في اداره العمل وفي حتى في اللاعبين، ان احنا بنتعلم منهم ازاي. اصبح عندكم دلوقتي انتوا الجيل اللي بعد سنوات طويله حقق حاجه كويسه. أصبحت المسؤولية مسؤولية مضاعفة. المسؤولية الأولى إزاي تحافظ على ده؟ وإزاي تضيف؟ وإزاي اللي جاي يبقى أفضل؟ فده بالنسبة لكم بقت مسؤولية كبيرة. الكوز دي مع احترامي الكامل هي خلاص تاخدت واترفعت وحسيتوا بيها والناس قالت لكم مبروك. طيب اللي جاي إيه؟ اللي جاي هتكتفوا بده؟ ولا اللي جاي هتكون عندكم من الإصرار ومن العزيمة ومن الروح ومن القلب ومن التدريب ومن العطاء ومن الالتزام ومن التركيز انك انتوا تحققوا السنة اللي فاتت ما تقلوش عندها. اتمنى يكون كل الغرفة دي بقى كده على قلب رجل واحد، ازاي نحط قدامنا كده عناصر نجاح وتحقيق بطولة ما نتنزلش عنها، ما نسيبهاش يعني وما نكسلش. اتمنى ده وبالتوفيق بإذن الله في اللي جاي. طيب الحقيقة كلام مهم جدا قاله كابتن خطيب. كابتن خطيب لو تاخدوا بال حضراتكم بيحاول ان هو يرسي مبادئ النادي الاهلي. احنا يا جماعة كسبنا السنة اللي فاتت كل حاجة وكسبنا السنة دي كل حاجة، اوعوا تفتكروا ان الموضوع انتهى. هو كابتن خطيب
بيتكلم مع أولاده في كرة الماء بهذا الشكل، بهذه الطريقة، بهذه الكيفية. اوعى تفتكر ان انت كده خلاص مبروك والدنيا تمام والدنيا كويسة، السنة خلصت، خدت مكافآتك، خدت تكريمك، يبقى خلاص. مفيش حاجة اسمها كده. التكريم هو دائما ما يكون هو نهاية الموسم. ولكن انا متأكد، انا طبعا انا ما حضرتش الحفلة، ولكن انا متأكد ان بعد الصورة دي وبعد انتهاء هذا التكريم وفي الجلسات اللي بينهم وبين بعض، كابتن الخطيب قال لهم انه خلاص ابتداء من النهارده او ابتداء من رجوعكم لبدايه فتره الاعداد والتمرين، السنه اللي فاتت دي الموضوع اختلف، الموضوع انتهى. الكؤوس اصبحت في الدولاب. اللي بيعدي جوه النادي الاهلي من عند كده مكتب الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي، هتجد امام هذا المكتب دولاب لبطولات النادي الاهلي، مش كل البطولات لانه لا يوجد دولاب يسع بطولات النادي الاهلي الكثيره، ولكن هي رموز لهذه، هتلاقي كره المايه فيه وفي كوره وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. فممكن بقى، والكلام ده انا عايزه يوصل لكل الناس في النادي الاهلي وكل اللاعبين في النادي الاهلي، واعتقد ان الكابتن خطيب لما بيتكلم بيتكلم بهذه الكفاءه، ان احنا عايزين نوصل لكل الاجيال، لانه النادي الاهلي برضو زي ما سمعنا والكابتن بيتكلم، كابتن خطيب وهو بيتكلم، الاجيال بتسلم بعض، الكوادر بتسلم بعض، ولكن على أسس وعلى أخلاق النادي الأهلي ومبادئ النادي الأهلي. عشان كده أنا بقول لحضراتكم أن مهم جدا جدا أن احنا نستمع لمثل هذه الكلمات، لأنها كلمات وجهة نظري، وجهة نظري الشخصية، أنها كلمات كابتن محمود الخطيب، كلمات للمستقبل. كابتن خطيب بيحاول أن هو يضع كوادر في كل مكان. معرفش حضراتكم بتاخدوا بالكم ولا لأ، ولكن مرة بتلاقي الأستاذ خالد مرتجي موجود جنب الكابتن خطيب، مرة تانية تلاقي الأستاذ محمد الغزاوي، مرة تالتة دكتور محمد شوقي، مرة رابعة كابتن حسام غالي، مرة خمسة تلاقي فلان، تلاقي دكتور محمد سراج، مرة ستة تلاقي أستاذ طارق أنديل، مرة تانية تلاقي الأستاذ محمد، كل المجموعة اللي موجودة، أستاذ محمد الجرحي، كل الناس هتلاقيهم موجودين. أستاذ الدكتور مهند مجدي المرة اللي فاتت أيضا في تكريم السيدات الطائرة كان متواجد، في تكريم الطائرة هتلاقيهم كانوا الكل متواجد. اللي أقصده إن دايما هنا كابتن بيحط وجهة نظري، أنا ما سألتش، ولكن أنا عارف ومتأكد إن هو بيحط قواعد لما هو قادم، للمستقبل، سواء القريب أو البعيد. القواعد دي من خلال الكلام، من خلال الكلام، ومن خلال إن المجلس الإدارة كله واللي قاعدين حواليا، كابتن خطيب، حوالين الكابتن خطيب يعني، بيتعلموا، وبيتعلموا من رئيس النادي ومن أسطورة النادي ومن واحد من أساطير النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب. عشان كده أنا دايما بقول لحضراتكم إيه، ما ناخدش الكلام وخلاص، لا، الكلام ده بيبارك وتكريم، وفي نفس الوقت صناعة كوادر للمستقبل القريب والبعيد.